بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو دوليبران. دوليبران هو مسكن قوي، واسمه دوليبران ألف. دوليبران ألف يعتبر من أدوية الباراسيتامول المسكنة للآلام خافضة للحرارة. هو الاسم التجاري الجديد للدواء نوفادول ألف. الشركة اللي تنتج عملت اسم جديد لنوفادول ألف هو دوليبران ألف، ومع ذلك يحتفظ بنفس شكل العبوة ذات اللون الأصفر ونفس التركيب ونفس كل شيء. الفرق في ايه؟ الفرق في الاسم. الاولاني كان اسمه نوفادول الف، ده دوليبران الف. طيب، ما هي مكونات دوليبران الف؟ المادة الفعالة لدوليبران الف هي الباراسيتامول، او ما يعرف ايضا باسم أسيتامينوفين، وهو من أشهر مسكنات الآلام وأكثرها أمانا لجميع أنواع المرضى. هو أكثر الأدوية المسكنة أمانا هو أسيتامينوفين، أو المعروف باسم باراسيتامول. يستخدم لعلاج الصداع، لأن تركيز الباراسيتامول فيه قوي. هو اسمه ايه؟ دوليبران ألف. تركيز الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين قوي، والكثير من حالات أخرى غير الصداع. كما أنه يعمل خافض للحرارة، يستخدم في علاج الحمى المصاحبة لحالات العدوى. طب ايه الأشكال الدوائية لدوليبران، او الاسم القديم اللي هو كان اسمه ايه؟ نوفادول. ايه الاشكال الدوائيه لدوليبران الف؟ يتوفر الدواء في جمهوريه مصر العربيه بتركيز 1000 ملي جرام 1 جرام بشكل اقراص، عبوه 15 قرص وعبوه 8 اقراص. طبعا العبوه 15 قرص اغلى من عبوه 8 اقراص. طيب، دواء استعمال دوليبران ألف يستعمل لعلاج مسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة، الصداع، جميع أنواع الصداع، الصداع والصداع النصفي وكل أنواع الصداع. أيضا علاج آلام العضلات، علاج آلام المفاصل، علاج آلام الأسنان، خافض للحرارة، لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا. مؤخرا يتم وصفه البروتوكول العلاجي للأدوية الخاصة بالفيروسات لعلاج ارتفاع الحرارة المصاحب للفيروسات. طيب، تنبيهات قبل استخدام الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين، أو الاسم الثالث ليه اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو ايه؟ نوفادول الف. طيب، احنا قلنا دواء الاستعمال. التنبيهات قبل الاستخدام، اول حاجه يشدد الاطباء على عدم تناول اي اكثر من دواء يحتوي على ماده الباراسيتامول، لان كده تركيز الباراسيتامول هيزيد. احنا بنقول هي مش ضاره، بس الضر ان هي ايه؟ تزود بقى، هتبقى ماده سميه كده. انت لما تزود اي حاجه، اي حاجه، حتى المثل الشعبي بيقول اللي يزيد عن حده بينقلب لضده. ايوه، الباراسيتامول زي العسل وكل الناس بتشكر فيه، وماده امنه وكل حاجه، بس هتزود عن تاخد حاجه فيها باراسيتامول مسكن، وفي حاجه فيها باراسيتامول مسكن، يبقى باراسيتامول وباراسيتامول، تركيز الباراسيتامول زاد في الدم، يبقى تسمم.
مع اللي عنده اي الم في الجسم بيحاول ياخد اي مسكنات عشان الالم اللي عامل له صداع ده، لكن ده مش صح ان انت تاخد حاجه فيها باراسيتامول. مع الادويه اللي فيها باراسيتامول كتيره جدا، من ضمنهم الدولبيران الف، ده تركيز الباراسيتامول فيه قوي، فانت بتروح تاخد ماده تانية مسكن تاني فيه باراسيتامول فده خطر. تمام. فاذا كنت تتناول ادويه ولا تستطيع معرفه الماده الفعاله فيها، اسال، اسال اي حد يعرف، اسال صيدلي، اسال الدكتور، اسال اي حد يعرف، او مكتوب على العلبه مكتوب الماده الفعاله كذا. طيب، تناول جرعه الباراسيتامول كما هو موصوف لك ولا تزيد عن الجرعه التي وصفها الطبيب، حتى لو كنت الالم لسه ما راحش، الالم لسه موجود، مش انت من نفسك بقى الدكتور قال لك خد حبايه واحده تروح واخد حبايتين ثلاثه، لا هو مش فرح طبعا، لازم تشور الدكتور عشان ممكن يكون خطر على صحتك. ايضا يجب عليك معرفه ان الجرعه القصوى للباراسيتامول 4000 مللي جرام في اليوم. احنا كنا قلنا في فيديو تاني 3000 مللي جرام، يعني هي تتراوح بين 3000 و 4000 مللي جرام في اليوم. فانت لو خدت اكتر من كده، شوف هو القرص الواحد من الدولبران ده ب 1000، انت خدت اكتر من 4 اكراس خلاص، قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. فاذا كنت تواجه صعوبه في حساب الجرعه، عليك التوجه لاقرب صيدليه او سؤال الصيدلي، او تتصل بالطبيب، او تسال اي حد يعرف. فتتوقف جرعه الباراسيتامول للاطفال حسب، احنا بنتكلم على مين؟ على الاطفال، حسب عمر الطفل، وحسب وزن الطفل، وحسب حاله الطفل، وحسب الاعراض اللي هي موجوده عنده. فيجب ايه؟ استشاره الطبيب. وفي ادويه شرب للاطفال فيها باراسيتامول كتير. طيب، ايضا يجب اخبار الطبيب بالتاريخ المرضي. انت تقول كان عندك ايه قبل كده؟ في مرض عندك انت بتاخد له ادويه تاني، عشان الدكتور يبقى عارف، عشان ممكن في ادويه بتتعارض مع ادويه، وبالاخص اذا كنت تعاني من امراض ايه؟ الكبد. ايضا الباراسيتامول يتفاعل مع ايه؟ مع الكحوليات. الناس اللي هم اعوذ بالله اللي هم بيتناولوا كحوليات وخمور والحاجات دي، طبعا هو كل واحد حر في نفسه، بس احنا طبعا هي مضره. فالناس اللي بتتناولها الباراسيتامول بيتفاعل معاها وممكن يسبب اضرار شديده للمريض اللي بيتناول باراسيتامول وبيتناول الكحوليات. ايضا يجب الاتصال بالطبيب لو تناولت جرعه زائده من الباراسيتامول، حتى لو لم تظهر عليك اي اعراض. ايضا يجب اخبار الطبيب والصيدلي بكل الادويه التي تتناولها، مثل ادويه الصرع، ادويه تجلط الدم، ادويه سيوله الدم، مثل الوارفارين والماريفان، ايضا مسكنات الالم، المسكنات الثانيه ممكن يكون فيها باراسيتامول، ايضا خوافض الحراره، ايضا ادويه علاج اسهال، ادويه علاج الحساسيه، ايضا مزيلات احتقان الانف، ايضا ادويه الاكتئاب. يجب اخبار الطبيب بكل هذا. وايضا الاهم من كل ده اللي المفروض تتحط النقطه الاولى، ايه هي؟ يجب اخبار الطبيب اذا كنت تعاني من حساسيه تجاه الباراسيتامول اللي هي المكون الاساسي في الدواء بتاعنا النهارده. طب نتكلم عن دولبيران للحامل، اللي هو الباراسيتامول والحامل. يعتبر الباراسيتامول هو الخيار الاول كمسكن للالام وخفض الحراره بالنسبه للحوامل، الاول والاخير. طبعا ده مش معنى ان عندك دواء واحد، لا، ده عندك عشرات الادويه اللي موجوده اللي فيها باراسيتامول، اللي هي تركيبها باراسيتامول، بس الاسم الفرق في ان الشركه المنتجه بيعمل اسم غير شركه ثانيه، لكن الاصل كله الماده الفعاله باراسيتامول. تمام. فاحنا عندنا الحوامل الاختيار الاساسي ليهم، اي دكتور بيختار ماده او دواء يكون فيه مسكن، هي عندها الام، فاول مسكن بنختاره اللي هو الباراسيتامول. مع ذلك يجب اخبار الطبيب وذلك تحديد الجرعه المناسبه. اما بخصوص السيده التي تقوم برضاعه ابنها رضاعه طبيعيه، قد يتسرب الباراسيتامول الى حليب الام، ويجب اخبار الطبيب قبل استعماله بالنسبه للسيده التي ترضع رضاعه طبيعيه.
حتى لو سبب أخطار على ابنها اللي هو إيه الرضيع. طب ما هي موانع استعمال دوليبريان؟ أول حاجة اللي عنده حساسية ضد الباراسيتامول ما يستعملش دوليبريان. تاني حاجة الحالات الشديدة والمتأخرة من مرض الكبد ومرض الكلى. ثالث حاجة الأطفال حديثي الولادة أقل من 6 شهور. الثلاثة دول الثلاث حالات دي ما يستعملوش مين باراسيتامول. مين هما اللي عنده حساسية ضد الباراسيتامول؟ مرضى الحالات المتأخرة من الكبد والكلى. ثالث حاجة الأطفال أقل من 6 شهور. طيب إيه هي الأعراض الجانبية؟ طبعا محدش سمعت عن قال ان في اعراض جانبيه واثار جانبيه نتيجه تناول باراسيتامول. ده راجل زي العسل، يعني الباراسيتامول ده 100 100 ما بيعملش اي اثار جانبيه. ولكن ممكن ناس نادرا 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 يحدث عندهم قيء، غثيان، تغير البول، فرار الجلد وهكذا. طيب ما هو السؤال؟ سعر دوليبريان. سعر دوليبريان عبوة 15 قرص في صيدليات مصر هو 18 جنيه. ده بالنسبة لآخر تحديث، ممكن يكون السعر بقى زاد عن كده. أيضا عبوة 8 أقراص سعره 9 جنيه ونص. بالنسبة لدوليبريان، طبعا دوليبريان احنا اتكلمنا عنه وهنتكلم عنه في باقي الفيديو إن شاء الله. أول حاجة إحنا قلنا سعره 18 جنيه وفي سعر 9 جنيه ونص. العبوة الأكبر اللي هي العبوة الأكبر اللي هي فيها إيه اللي فيها عدد أقراص أكثر هي اللي في 18 جنيه. طيب طبعا دوليبران 1000 أو نوفادول 1000 أو باراسيتامول هو دواء مسكن للأسنان والصداع وألم الجسم، خفض للحرارة، هو آمن للحوامل والمرضعة ولا يسبب مشاكل بالمعدة. يعني لو خدته على بطن فاضية برضه مش هيعمل مشاكل، ما بيعملش مشاكل. طيب يحتوي على المادة الفعالة باراسيتامول بتركيز 1000 ملي جرام، وهو مسكن شائع يستخدم لعلاج الآلام والصداع وتقليل درجة الحرارة العالية، وهو مكون من العديد يوجد في العديد من علاجات البرد والإنفلونزا. يستعمل علاج الصداع والصداع النصفي، ألم الجسم، الحمى، نزلات البرد. بالنسبة ل موانع استعماله زي ما قلنا الحساسية تجاه الباراسيتامول، مرضى الحالات المتأخرة من الكبد والكلى، حالات تناول أدوية علاج الصرع أيضا يمنع عليهم تناوله، أيضا تناول أدوية علاج السل، أيضا تناول أدوية مضادة للتجلط مثل الوارفارين و جميع الأدوية اللي هي خاصة بالسيولة مثل الماريفان والوارفارين. أيضا في حالة تناول نبتة سالت جون وهي علاج عشبي يؤخذ للاكتئاب. ايضا لا تتناول الدواء مع ادويه اخرى تحتوي على باراسيتامول. زي ما قلنا هو امن بالنسبه للحامل وبالنسبه للسيده المرضعه. وبالنسبه للضغط اللي عندهم ضغط، طبعا ينصح للاشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم استخدام باراسيتامول لانه امن بالنسبه ليهم، لان هو ما بيرفعش الضغط، ما بيزودش الضغط، ما بيزودش ضغط الدم. طبعا دوليبران تتعدد دواعي الاستعمال ليه، ويندرج تحت مجموعة الباراسيتامول الشهيرة التي يتم وصفها لعلاج العديد من الأعراض والأمراض لأنه آمن. وبعد كده قلنا السعر 18 جنيه مصري في عبوة صغيرة سعر 9 جنيه ونص. يستخدم للتقليل من درجة الحرارة، الحد من شعور بآلام الصداع، علاج إصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، علاج الإصابة بالتهاب اللوزتين، علاج الإصابة بمشاكل الحنجرة، علاج مشاكل الأذن الوسطى، التقليل من شعور بآلام الأسنان، التخفيف من شعور بآلام الروماتيزم والعضلات، الحد من شعور بآلام الإصابة بمشاكل العمود الفقري، التخفيف من أعراض الإصابة بالأمراض العصبية، التخفيف من أعراض المصاحبة للدورة الشهرية.
أرجو إن أنتم تكونوا قد استفدتم، وطالب من حاجاتكم من حضراتكم 4 حاجات. الحاجة الأولى تشترك في القناة لو أنت مش مشترك، لو مشترك خلاص براءة. تاني حاجة تضغط لايك للفيديو لو عجبك، ما عجبكش خلاص براءة. الحاجة الثالثة تضغط على علامة الجرس فوق، فعل الفيديو عشان يصلك كل فيديو جديد. الحاجة الرابعة والأخيرة تضغط مشاركة أو شير للفيديو على حسابك على الفيسبوك. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.